بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس الحجامة تعالج كريات الدم الهرمة. كما نعلم أن النمو يتوقف في سن 20 سنة، مما يؤدي إلى عجز الجسم عن تخليص من أجزاء من الدم الفاسد، حيث تتراكم السموم بخاصة في منطقة الظهر، وهي المنطقة الغير المتحركة من الجسد. مع زيادة الكريات الدموية الهرمة يؤدي ذلك إلى خلل في عمل الدورة الدموية، وبالتالي خلل في أداء أجهزة الجسد، وهنا يأتي دور الحجامة لتخليص الجسد من الدم الفاسد. والله أعلم.